لاعبين ونماذج عشان بس الناس اللي بتربط معانا الحلقات اعترافاتهم الحلقات السابقه. لكن الحقيقه في نقطه هنا اهم، وهنا طبعا عم حارس في اعلان شهير قال لك الاهلي لو وقع له 1000 قومه، بيبقى شيء صعب جدا ان تكون متصدر الدوري لغايه اخر 6 اسابيع. المنافسه كانت فيها المحله والزمالك، ثم بعد المحله بقى رابع وبقى في الزمالك والاسماعيلي، لكن في النهايه انت كنت متصدر الدوري وخسرته بمباراه فاصله وبالاحداث دي وبالطريقه دي في الظروف. بالتالي المفروض الطبيعي لاي نادي انه يدخل في حاله نفسيه صعبه جدا، خاصه لو كان نادي معتاد على فكره تحقيق البطوله. لكن الحقيقه النادي الاهلي بيحب دايما لما يكون في وقعه يقوم قومه على فريق كبير برضه. بعد اسبوع بالظبط مباراه الاهلي والاسماعيلي كانت 31/7، في 6/8 كانت مباراه الاهلي والزمالك في نصف نهائي كاس مصر، وفاق النادي الاهلي كالعاده في مباريات الزمالك. بص بقى كابتن بهدفين للكابتن محمد رمضان، هداف الدوري بالمناسبه الموسم ده 14 هدف، كان بيسجل من كل حته في الملعب وبكل طريقه بيمينه وبشماله، وطبعا كان هيدرز جامد. في هدف تاني غير التسديده رقص فيه حسين كابتن حسين السيد. كابتن حسين السيد اعتقد ما هوش قادر ينسى الترقيصه دي. لا ده بص، عايز اقول لك برافو عماره متابع معانا بالاهداف، ولكن كابتن حسين السيد مع كابتن محمد رمضان شال اهداف كتيره جدا، مش بس الاثنين دول، ده في واحد كمان. الهدف الثاني يا عمار، الهدف اللي فيه الترقيصه، في واحد كمان برأسه من على نقطه الجزاء انا فاكره جدا في الموسم اللي بعد ده. واحده واحده بقى. أيوة. كده عمار عند الترقيصه، الله يخليك. ايوه كمل كابتن. كمل. حسين السيد كان بيقول حمام سباحه، كان بيقول في الوقت ده هو افضل من كابتن احمد شوبير. الحقيقه يعني بتبان في التصريحات يا احمد اللقطات اللي زي دي بعد كده. طبعا طبعا بتبان تاثيرها في التصريحات طبعا، وعندك في لقطات تانية كتير في المباراه ديت يعني واضحه جدا، بس خلينا الاول نعدي الكاس وهنجيب لك لقطه في المباراه دي هتوضح ازمه نجم كبير من نجوم نادي الزمالك مع النادي الاهلي. طبعا دي كانت مباراه الدور قبل النهائي، وانت خد بالك خسران دوري وبعدها باسبوع بالظبط بتلعب المباراه زي دي، عارف ليه يا احمد؟ بتفوز عشان ما وقفناش عند فكره ضياع الدوري ولا دورنا على مؤامره. شوف بعد كام سنه احنا بنتكلم فيها هنا فارس، ومش كده وبس، احنا في موسم 91/92 انا يهمني جدا فكره انك تفوق على ماتش كبير. موسم 91/92 انت كنت ناهي الدوري في المركز الرابع، وجال نادي الزمالك بيقابلك في نهائي الكاس، والزمالك كان بطل الدوري وبرضه فوقنا على نادي الزمالك وقدرنا نحقق بطوله الكاس، وبعد كده قدرنا ناخد ابطال الكؤوس. فدايما انت لما بتقع بتدور النادي الاهلي تحديدا بالظبط لما بيقع بيدور على فريق كبير، واعتقد نادي الزمالك ثاني اكبر فريق في مصر، فبالتالي الفوقه بتبقى كويسه عليه. صعدنا ولعبنا اسوان في نهائي الكاس، اسوان في النهائي، وعلى فكره كان موسم 90/91 اول مره اسوان يصعد في تاريخه للدوري الممتاز، وتخيل بيوصل النهائي. مشواره كان فيه المحله بس اللي هي يعني فيها صعوبه، ولكن في النهايه انجاز كبير جدا ان هو يوصل للنهائي، وفاز النادي الاهلي 1-0 بهدف برضو كابتن محمد رمضان في الدقيقه السادسه في الدقيقه السادسه. وعلى فكره احمد دي كانت اخر مباراه لكابتن ثابت البطل، اخر مباراه رسميه، وبيخرج برضو من الباب الكبير كانه ما ينفعش يخرج بعد ضياع الدوري في المباراه. لكن له لقطه شهيره جدا ستظل في الذاكره، وهي لقطته راس في راس مع الكابتن اسماعيل يوسف. كانت في المباراه دي. ما هي والمباراه دي مباراه لا في مباراه الزمالك. في مباراه الزمالك كابتن محمد رمضان، وهدف مميز جدا. طبعا كابتن محمد رمضان زي ما انت قلت الموسم ده كان بتاعه، ومحقق 90 هدف في الدوري. هو بعد ما نادي ال100 وبدا الناس تتكلم عن نادي ال100 قال كنت قعدت سنه كمان جبت ال10 اهداف دول، كان قادر فعلا بسهولة جدا. وطبعا له في المباراه الفاصله الشهيره هاتريك 4-3 برده مع الاسماعيلي اللي اتلعبت في الاتحاد وبرده في اسكندريه، وكان لها ظروف ان النادي الاسماعيلي فاز على الاتحاد السكندري بخماسيه، والنادي الاهلي كان عنده مباراه في بورسعيد مع النادي المصري وكانت يفط ممنوع تاخده الدوري، وتعادلنا 0-0، وفي النهايه النادي الاهلي قدر يحسم في مباراه فاصله. لكن بما ان كان فارس بيتكلم عن بعض اللقطات اللي بتكون في تاريخ اللاعبين، احنا عندنا لقطه مميزه جدا في مباراه نصف النهائي وقفت المباراه ربع ساعه، بتوضح مدى شعور الكابتن جمال عبد الحميد تجاه النادي الاهلي. نشوف اللقطه ونرجع.